طيب برضو من ضمن الأخبار اللافتة للأنظار، بسبب الطقس السيء تم إلغاء مباراة، يعني حيث أعلن نادي توتنهام تأجيل مباراته أمام بيرنلي امبارح ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تساقط الثلوج بكثافة. جاء قرار التأجيل قبل أقل من ساعة واحدة فقط عن موعد انطلاق هذه المباراة بسبب الثلوج، وطبعا انتشرت صور حضراتكم شايفينها كلها يعني في كل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، لأن في الأجواء اللي زي دي زي ما بتكون يعني زي ما حضراتكم شايفين كده بتكون درجات الحرارة بتوصل لي أقل من 15 درجة تحت الصفر، فيعني مش جو مباريات خالص. احنا بنحب الشتاء بس مش للدرجات دي يعني. صحيح.